عليكم ورحمة الله وبركاته. من معه ولا لحال الخير كان سودو وذان إله سبحانه وتعالى هاي ذن بركة سودو وذان ما نمركو بعد وحان ربا إن شاء الله تعالى عوضة سن أبلا سنين ببرغرام كينا ببرنامج كيني أيين أبلا سنين كاو كسابسان إلمها آنان هالينين يقوى آن سعود كحلي سعود كانت آفاي آنان ولي سعونين يقوى الشكشيغ يقوش هذا الكيد ليبايو وحان إذين ودامانتا تلوين هدي آت سميسان عد الله لو أولادو ذلك أو هايستو بإذن الله الباري أي كل يباني دونان هدو إله سبحانه وتعالى إلمو فضلاً أصحاب تادو أسي قد بي هاي المامن لايك هاي المامن سبسكرايب إن أتلاس شفا ميديا إن شاء الله تعالى سانو كسولنا هايبا واحد جبتو أولاد دافتي حلقي أولاد دافتي حلقي حضلك أنا نولي حلين يكوى يريرو آن ما عرقتي يكوى صعدكي أولي سعودين حلقي صعد كان الآخر يا ما عرقتي كوى هذا اللي لكن أنسي معركتي أدب بدن هذا الكي وكو أدقي عم الشكشي وحان إذن لو داقيا بإذن الله الباري علاج أد إلمهن كو علاج نيسان أدقي أد سمينيسي هو يدا أي سمينيسو آبها أو سمينيو بإذن الله الباري مدكوبا إلمها وهدي سعنين ويسعندنا بإذن الله الباري كأن هلينين وهل دون هدو الله سبحانه وتعالى علمه كهذا الكلمك وكي هينه بإذن الله الباري هذا الكفي عن أيوك هل دون هدو الله سبحانه وتعالى علمه إن ملك كوبات ما حاكينا إلمها عن هلين إله سبحانه وتعالى ابتسام أولادها كسي وراشد ما حاكينا إلمها يريرك إيه أنا هلين حلي هذا الكلام فإن خاتفت ملك اللوغيينه أي سجرني إلمها عن حنون كود عما يكون يرادان بعد مدة كدب أيو هل دونا مكوين هذا هل دونا ما عرقتي كدبنا إلمه أي وقت كو قادنا يعني المهم وحنو شيء يهو يينك لبكا وهاي وحاكينا يو سبب يعني وحوي هرتا سان إني هلا إني شيء دختر ما أغان كرو ما نجران كرو حقيقة دختر ما أغان كرو من بذنك من سو ساري كرو كمبيوتر ما سو ساري كرو إل المائي أصيرتي كذلك هو يقوم سبيان علوش كقبت علوش هاي سنة دختر شقق مال هذا يا رب دخاتير توال شقق ولا كلالي دختركو دخت وحو شقق لي يهيئون علمي كروك شقق لي يهيماني علمي روحي شقق مال علمي علومتن كلا شقق مال وحان ربا مركا إن أن ما عرقتي دور الرموت عن إذن لو ذاقو أو إلميهن أدكو علاج نيسان مدكو بان بإذن الله الباري ما عرقتي تهدو إله سبحانه وتعالى إذمو 7 days قده هذا وحي النتيجة وكصبحان أيسو قد من دوتان بإذن الله الباري لكن مدد أدو ذيسان وكوي لباتان عشو هدو إله سبحانه وتعالى إذمو مركا درينتين إن أدو حبدا كدرينتين وادوسي زياد نيسا إلهي إذنك إن شاء الله تعالى أولا ملك كوبات هو يدا أما آبها قرانا يا قرآنك تلوينك أن ديري وحيكو سابسين قف قرآنك قرانا ولازم قف كينو قرآنك قرانا أما هو يدا إلمها يكدب كايستو أما ولاد هرايستو أما الشيخ هرايستو أما ما عرقتي وراقضانك مثلا هدية كيو كلا وذهلي كرتا أما أذيبو سميسو أما وذهلي كرتا ما عرفت كيف تشوف واتكلم كرتا ورقة راس خقيدي أيه كقر زعفران أيه أنا كقر أما زعفران سوق هذا وحد زميني ساق وحد سوق هذا سحن سوق هذا مركا ساد زميني سيد هيدا بيس مركا هوشو وأن كله الرئيسي بإذن الله الباري مركو بعد وحكينا إيش ابن آدم كإلمها يكون عض أيه كينو إني إلمها مركي هو يدا إلمها أورك أي علاش قوة سيبان أما هو كده عائل وحياه فربنا أنا يكده شو كوب إلمها إني هذا إلما أن أكتف معه أنا يعني إلما هو أنا النشاطات كي كمقن
الموحي أنا يعني معركة فرحتي كما قن الم معركة دائما فهمتي لا جاه يسوكه الحرام الم معركة سعر هذا الشيء هذا هذا الشيء أما المها وسوء في عناي أي مركز بحب بالله يا إنه شكشبه إنه شكشك بالله عنجي حتى قفك وين حتى كذلك لم المركز إلا أصيبته شكشك زيادة أي يرانا يا مركز المها مركز إلا أصيبته أما جني وعرشه يضو المها كهاي أصيبته أدير نختل شقك وما نوحس واحد دونا ناشيقان واحد ربان ناشيقان وقوى أيقو مارد مركز دمو حيو جيرنا يا ليهن المهان ما قرانينا علاد ما يشكاي زد أما يا بكرة جسوا واحد نمر يقول ليهن مكوين هذا الله يا عارفين بعد مدة قاضنا يا نختل ما ح دعي المهم خلاصة القول أول وح ماركتي ماركتي وحا إسكاله إيش ابن آدم كمركي إلمها هو يدع عروش إيكو أصيبته مثلا هو يدع المبضا ما شاء الله دادكي ما أورانا يا ما شاء الله حقيقة مركي لقو أورامو دادكي ما شاء الله دوي بكتا جنبا أدو يا شيخ أدو يا شيخ أو سنين أدو من العلمية أيغو أكسون ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله وما شاء الله إن لقها وقفك وحا وكاقة ونكسية وكاقة في عية وكاقة في العية ما شاء الله إن لقها إيتها ما شاء الله ذا المسؤولين يا حد المبضني ذا لبوي لا سكو ادزي ويل كيس لحد ما عندنا شيء كو هذلك عرب كعرب كدتك قبري ما يجلساي المينا هذلك حرطه اما صعدك اي جبسيسو المها المهاغو وحنا ما عليهم وحنا ما انتاس مركا ان دتك مرك وحي المامن ما شاء الله فلا اصحاب تاد اسي غدبي شير اسي ان شاء الله تعالى جروب يدا واتساب يدا ماركتي ماركتي فيسبوك ميل إن شاء الله تعالى أوصي قل الله يبارك يسيء وقف إلى لسان حد الله سبحانه وتعالى مركا وحد عيسى مركا معركة أيمان عيسى هو يدو مركا دتك مرك وحيه المامين ما شاء الله أسوق في أوك ما شاء الله إلا ده وكه الله يا عربك بل ما بني لا وما حيتها المهن هذا الشيء وما حيتها عيالا بالله ولإلهك الشهود ما شاء الله دتك لها وما شاء الله لك المامين حتى وحي كيني سعرك ابن آدمك إن هو يدا إلمها الله يحرك أنت سبحان الله هو يسير ودل يسافر كده مارك كده بق أيده إيش كي معرفة ده المذا أنا نكبي حين ودل معرفة أن المذا أنا معنا حيث موسى الزولين أو حلي داء لأنه يرتاي لا بق المصدح المأفر إنه مارك ساس صوت حضبة هالمرمبة المه ويني سه هو يدي تكذا عليه أما بعد مدة كده ولا سبحان الله أنا هالسينية لأنه هو حسبه إيش ابن آدمك السبب يسوع مركو دختر كفيري عافمات كذا هرمونس كذا وكحنت كذا جاني والبلغة فيري وحكله دختر كعافمات كذا هو فيري تف أدو في عيال هذا أنا ما قرني إنه وحسيدا كواسيبي ما كمبيوتر مصوصار إل كمبيوتر إل مصوصار جن مصوصار سحر مصوصار كذا كمبيوتر دختر علمي قاس أنا علمي كان لفت قيس أقول بأباه أنت قف كنو يقان أوكي وهكذا لاني المها هو يد مركي عروش كو اصيبتكو او مثلا اما دبيل جن او مارتي ومصيبيانت وحي ليه اي اصيبته وهكذا لاني دور الريموت كو هو يداس مارتي اني عروشيد وحكو دحس سودان ايا ايمانيسو عروشيد وحكو دحس سودان غالبا هو يد المها هو يد عروشيد وح دحس سودك اولياي او اي دبيش ليداي اما مصيبيانت ليداي عروش وح غورغور يقفقي ليداي هو يداس إنه يدشم إيزي معاً حقيقةً وحلقة يا ممكن لأن إلهي الأولاد وصيكرا لكن وحن واجين لو قصة لقال أمات دا إنو ريحام كأدبو هو يداس مركو حيلهاني ساحانو نبضاً أو كينيو لب فربضاً أو كينيو المهن هدو إلهي سبحانه وتعالى دينك وقبت باليبا لأن غالباً وحار عدينو دلنتو 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 مرلبات سدحات أفراد شناد لحات وإلمه بل لبا بل إلى سدح برد أنت أنتوا نحيس غح إما ذا معركتي إلى أنت أنتوا نحيس كود الميان مركا المهم هو يد مركا وحي مركا وحي لهاني سامركا إني عادني كورة حياتي كورة يرى على شو حكاية رح السعودان ده سايد كم يجي حنونا هل كان لقتي على شو ميسك قشو إمارتي دب كعية كذلك لمي وح كلهم علامات كاس أي لهاني سا دبيش صعد استهويد ودبيش قبته أما تينك والريحم كاسيب ما يستاجر عن كرتو دبي كنت هاي استاجر أما إلا يصيبته مركا المها مركا مركا يكون على أما تينكاس هو يدا عروش وكدت المها هذا أما إل مركا يصيبته ده المذا يدا إيه وناجي يدا إيه المها ويلا شيء دبته حري لو كلا
maareeyo lagu waxyeelaynayo ay dhacdo oo ilmaha caloosha ku jira ay dhacdo ilmaha dhowr xanuun ama dhowr calaamadood ay lahaanayaan markaas kow ma socon karaan socodka dhibaya ilmahaagu labo waxay lahaanaysaa ilmahaas ma aragtay hadal ma hadlayaan maca dalik waqtigiisa ugu dhaafa canugii ma aragtay waqtigii ilmihii waa dhaafay marka ma dhalay kadaalik mana hadlay ilmihii yaraay mana soconay socodkii dhibayo ilmo nervous ah ka dhalanayo ilmo markay dhashaan dhalooyin in lagu barbaariya ka dhalanayo hooyada markay dabayl qabto ilmo markay dhashaan fahankoodii fahmadooda iyo nashaataad dhan aanba totally lahayn ayaa ka dhalanayo oo xataa haduu weynaan xitaa noocaas unahane leanna waa ilmo ay jin wama il ay ku asiibtay yaraantiisa ay asiibta weye canuga saasoo kale marka in la cilaajiyo ayuu u baahan yahay ilmahaagu dhowr arrimood haddii aad samaysid dhowr arrimood maama safi insha allahu tacaala khayr laa kusii walaalaha waxaan ka codsanaya insha allah numberkaas mamada ay soo dirtay waa numberka aan leeyahay laakiin waa numberka aan hadda lifeka kaga jiro hadda yaan laisoo wicin numberka aan hadda lifeka kaga jiro wey yaan laisoo wicin allah idin barakee hadda layma soo wici karo berri insha allahu tacaala habeena ii tahay markaan lifeka baxa waa seexdaa berri adduu ilaahay subxaana watacala idin wixii kasii dambeeyo biidhin illahi baal marka xaaliyan yaan laisoo wicin min fadlikum seef garaysa hayso khalaas insha allahu tacala waa numberka mamada ay soo qortay aad bad maasanti kow waxa weeye ilmahaada marka inaan cilaajinaa rabnaa marka ilmaha saas ah muddo kow iyo labaatan cishood ayaad ku cilaajinaysaa biidni illaahi kii socodka dhibayna wuu soconayaa kii fahmada ay ka yarayna wuu fahma u yeelanayaa biidni illaahi albaari kii hadalka shigshiga kulahayna biidni illaahi albaari wuu soconayaa kii aan wax maqlayninna hadduu ilaahay subxaana watacaala ilmo ilaahay idinkii dhagaha ayuu u furayaa kow waxaad samaynaysaa camigaaga waxaad samaynaysaa suuratu albaqara ayaa loo qorayaa suuratu albaqara ayaa loo qorayaa macnaha in loo qoro suuratu albaqara ha loo qoro waxaa lasoo qaadayaa zacfaraan waa la qasayaa maa wardi oo qur-aan lagu aqriyey maa wardiga waa la yaqaanaa biyaha maa wardiga zacfaraan iyo maa wardigaas ayaa waxa weeye iyo qaado dhegeysayaa zacfaraan oo lagu qoray zacfaraanka ayaa waxaa lagu qoraya suuratu albaqara kaamila suurat hal mar aad qoraysa adigu hal mar hala qora aabaha ha qoro ama hooyada ha qorto intaba qorto wallaahi wabillaahi watallaahi haddaad tan samaysaan waxaan hubaa inaad ku libaanaysaan biidin illahi albaari zacfaraan biyo yarinta ku dirti zacfaraanka ayaa waxaad qarinyan soo qaatid waxaad soo qaadanaysaa baaquli saxan yani ama qalin nocor ha ahaado soo qaad waad ku qoraysaa marka waxaad qoraysaa suuratu albaqara kaamilan ayaad ku qoraysaa kadib waxaad ku daraysaa qaada saliida zaytuunka aad ku daraysaa biyihii mathalan baaquli ayay biyaha dhan yihiin waxaad ku qastaa qaada saliida zaytuunka aad ku dhex qasaysaa waxaad biyaha zacfaraanka iyo saliida qaadada haafkeeda yaan labadin qaadada raashinka lagu cuno yaryarka ee weeya labadin ay oo zaytuuni ayaa intaa qur-aankii la qoray suuratu albaqara ayaa qaadada haafkeeda lagu darayaa kadib waxaad ku sii daraysaa qaada malab eh biyihii waayaa waa malab waa saliida zaytuunka haaf qaadada haafkeeda qaada fuul oo malab eh oo raashinka lagu cuno caadiin kuwii aan naqaano ahaayo normal kuwa maaragtay la isticmaalo eh iyo malab si fiican ii fahmo waxaad soo qaadaysaa zacfaraan waad qasaysaa qori soo jebi ama waxaarab soo jebi ama qalin sameeyo sida waagor ama wax qalin ama qor dhudhuuban sa isticmaal soo qaado maaragtay shay ku qor bismi illahi raxmaan raxiim لا من ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين مثلا ذات قاركود وحسدايا معناها سيديبان ما أركتي سيديبان ما أركتي قفك مه أولي كرسو ماها هداد نيروبي توقت أشيفة وماو هداد نتوقين نوالغو ديارنا ياو نمبر كي معلومات كان إذي صديقي هدو إله سبحانه وتعالى إذمو ما أركتي مركا زعفران
ayaa waxaad ku daraysaa, ayaad ku qoraysaa suuratul baqara kaamilan, waxaad ku daraysaa biyihii zacfaraanka suuraddii aad ka dhaqday qur-aankii, biyo aad baaquli isugu shubtay, waxaad ku dartaa zaytuunka qaada haafkeeda ku dar, waxaad kaloo ku dartaa malab saafi raadso qaada isagana ku dar, intaas isku qas. Kadib waxaad ku qastaa casiir ama cabitaanka ilmahaaga siisid ayaad hala kaga daraysaayaa biyihii aad saliid mac qaadada haafka ah iyo malabka fuulka qaadadiisa ah iyo zacfaraan. Caanaha aad siinaysid ayaad ugu qasaysaa, caanaha la siinayo ayaa lagu qasayaa, caanaha la siinayo ayaa lagu qasayaa. Anigu waa la cabsiinaa maalin baa la ka cabsi, saliidiisa dadkeeda ka badanin biyaha badi, maalin baa la cabsi biidni illaahi albaali. Kow, saddex isteeb baad samaynaysayaa. Isteeb koobaad wey waa la cabsiinaya canugaas. Labo, talabaad oo la sameynayo ilmaha aanan soconaynin ama hadalka dhibayo ama hadalkii dhaafay oo aanba hadlayn ama sheegsheegayo ayaynu ka hadlaynaa, la socdo. Labo, intuu ilmahaaga uusan seexanin waxaad ku akhrinaysaa aayatul kursiyi, aayatul kursiyi iyo waxaad ku akhrisaa mucawadateynka allahu laa ilaaha, xaggeed ku akhrinaysaa gacmaha aad adiga leedahay ku akhri الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واتكت في السدح جاء قع مهلا وحضر عيني ساء وحضر عيني ساء معوذتين كا. قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. انت اسمك اتكت في تيد ايا وحاد أمر نيساء لما انجر كيسا ماذا حكى بالله باتسا كورك دانا غبر نيساء قع مهلا أمري waa xilliga uu seexanayo jasadkiisa dhammaankii jirtiisa ku masaxaysaa ilmahaaga. Mar kale ku celi, mar saddexaad ku celi, ilaa inta aad kaa wadid waad gaarsiin kartaa. Laakiin cala alaqali saddex mar gacmahaaga ku tuf qur-aankaas aayatul kursi mucawadateynka, mar mari aayatul kursi mucawadateynka qul huwallahu qul huwallahu nas gacmahaaga ku tuf mar mari saddex jeer ilaa waad ka badin kartaa inta aad kaa wadid ma aragtayey صدح ولكن على الأقل يلا قبلنا تاس وحوي واو استيب كلابات صدح لاس لبي استيب وروا إنك وش شيء تنصدح هذا إنه هرسن الله سميني المها لو علاجيني كان يرى وما أعرف أن سعوني أما أنا هلين أما أوحى مقلين بإذن الله بارك أما هذا الكود دي بيو شك شغل المهن علاجي بإذن الله بارك تهذا كالحال يرى إنك يديكم المهن ما لها قرآن سار كهجينين من فضلكم ilmihiinna meelaha qur-aan saarku dadka waaweyn oo dhexgelinaysaan ka digtoonaada. Waan idin kala hadlay mar idin sheegay, mar labaad idin sheegay, mar saddexaad idin sheegay, ilmaha sasay ka qaadaan. Ilmaha waxbaa ka soo raacaya maalan dadkan waaweyn waxa ku jiro maalan qofkan qur-aanka la saaraya waxaa dhici karta inuu xanuunka ka suulo ama amaara waxaa ku jira jirkiisa ay ilmihii yar asiibaan. Ka digtoonaada, waa idin sheegay, idin sheegay, idin sheegay. waxaad u baahatay cilaaj, adiga cilaaji waxaad u baahatay cilaaj. Soo ma ahan wadaadka mucaalijka waxaad ku tiraahdaa sheekh si private ah ayaynu u baahannahay, si private ah inna loo saara anigii ilmahayga weye, maadaama anigii ilmahayna aan nahay, annagu haddaan nahay dadka waa dhexgali karnaa, laakiin waa caadi oo maaragta xataa dadkaasna zaxmad badan aysan noqon, shan ruux aysan ka badan dadka, shan ruux aysan ka badan dadku, inay meelaha zaxmada badan waa laga fiican yahay mugta. Marka dad yaroo koobana khalaas shan ruux lix ruux khalaas dhexgal. Ilmaha soo ma ahan, ilmaha totally biyaaba la dhex geynin, yaan la dhex gelinin dadka waaweyn. Min fadlikum, taas ka digtoonaada, waa inii sheeganigu maadaama mucaalij ahay. Waxa aan soo arkay, waxa aan soo arkay inaan idiin soo bandhigo waa waxaan xaq u leeyahay, idinkamana xasda, idinkamana hakranayo, ma lama aamuso ani xaqiiqdu, xaqiiqdu lama aamuso. Iga ilaaliyo waxaas, ilmaha ka ilaaliyo. Marxaladda saddexaad ayaynu u gudbaynaa marka.
سدح محمود ayaa waxaad ugu qabayneysaa warqadii zacfaraanka biyaheeda aad ka waxaysay inta aad saliidda ku darin ayaad gooni intaad biyo uga shubtid kuwii zacfaraanka suurat albaqara aad qortay biyihii zacfaraanka aad ku qortay ayaad gooni hale intaad uga shubtid oo meel ka dhigatid ayaa waxaad ku dartaa sadriga geedka sadriga ama gobka loo yaqaano ayaad ku daraysaa biyihii aad ku dhex daraysaa iyo biyihii ma wardiga ahaayee qur-aanka lagu aqriyey biyihii ma wardiga ahaayee qur-aanka lagu aqriyey ruqyada lagu aqriyey ayaad isagana ku daraysaa waa geedka sadriga caleentiisa macnaha caleentiisa haddaad caleenta helaynina budadiisa waa okay hal qaada yaa hal qaada hal qaada iyo biyihii qur-aanka ma aragtay zacfaraanka ku qornay suuratu lbaqara iyo biyo biyihii maa wardiga ahaay ee laysku daray intaas saddexaad waxaad afar kaga sii dhigaysaa miskiga miski miskiga miski waa taqaana suma miski aad ku daraysaa isagana hala kaga daraysaa markaad intaas samaysid canuga waxaa lagu qabaynayaa saddex cisho limudda thalaathata ayaam saddex cishoad lagu qabaynaysaa ilmahaada muuqaalkan dib usii dhegayso hadduu ilaahay subxaana watacaala idmo kadib waxaan filayaa kow iyo labo iyo saddex intaasba waa idin la wadaagay waxaa ku soo haray markaa aayadaha mathalan lagu aqrinayo kalo biyahaas aayadaha aan ku aqrinayno inoo sheeg anaa idiin aqrinayo marka biyahaas aayadaha aad ku aqrinaysaan inoo sheeg cayduruusow aayadaha aan ku aqrinayno anaa hadda idiin aqrinayo qur-aanka cidda taqaana ha iga dhegeysato qur-aanka cidda taqaana haddaadan qur-aanka garanayno hooyaay hooyoy ama aabow qur-aanka baro aayadaha maaragtay descriptionkan waa halkana waa idin kugu dhaafayaa qaybta hoosena waa idiin soo qori doonaa haddana waa idiin aqrinayaa insha allahu tacaala xagga hoosene waa idin kugu toob garaynayaa biin illahi albaari acuudu biihii oo ma aragtayay ilmaha lagu qabaynayay ee ka koobnaay zacfaraanka qur-aanka suuratu lbaqara qoran iyo biyaha maa wardiga ahaay iyo miskiga iyo sadriga geedkii gobka ee la isku daray ayaa qur-aan lagu aqrinayaa kuwa oo logu talagalay in loogu qabeeyay ilmaha yar ee aan soconaynin ama aanan hadlaynin ama hadalka u dhibayo أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة قفل بويقنا كقل آية الكرسي قفل بويقنا وآية اللبان معنى أتكو آخر نيس بيها يا مر البض آية لما يسن هاي المام يسد حجر aamana rasuul oo ah labada aayadood oo suuratu lbaqara ugu dambayso aamana rasuul baa saddex jeer ah hilmaamin waxaad kulow raacinaysaa marka wayashfi suduura qawmin mu'miniin وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
إلى صعب. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرسل عليكم حفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحلل عقدة من لساني. اللهم احلل عقدة من لسان ولدي. ادخلت في ساعة وبعدين معناها المها هدي وماركتي وحللاي الهي وماركتي المهيجا عرب كيسا يعني وضوضة يا إلهي وإلمهي أن سعنيني فلان مقعي سراعي هبل المهاق مقعي سراعي إلهي واكو مغلا سميع بصير وكو جيلا إلهي وإلمهي هبل هبل أما عنو قيق هبل هبل يا أنا سعنيني إلهي وسعد كوفر أو خير كوافتي أو سعد خير إسي سعد خير إيسان وبركي إيسان إلهي وسيم هذا سنهدين إلهي وهذا الكوفر ويلكيغا أما قبل إذا هبلاي هبلاي إلهي وهذا الكوفر أو هذا الوناكسن كهلسي لأن إله هذا الوفر ذات لها الكورو كي رضا هذا اللحن كي رضا حارس لأن دعاء إله سبحانه وتعالى وكا جيبه يا إلهي وذات لها تسعود كلاه ويلك سعودي 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 أدر هذا انتو سعودوا كور هذا عمركو ينا دمال حمك الدعي ميرا هدرنا خمري سعود كي بلاي دو كواد هدرته هكذا مقع عدو ماركتي وقد قلت في سدح جرد قلت في سبيه
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. أدخلت في ساحة الممس. بسم الله عظيم الشأن، عظيم الشأن، شديد البرهان، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. أخرجني، أخرجي أيتها العين، أخرجي أيتها العين، أخرجي أيتها العين. يا فرحية وضع نساء يعني ما شاء الله ما قاعد عليها ضوء ما رح تحصي وخلي ذاي ما شاء الله ما شاء الله إيه أودي وخلي ذا إله أودي سكبح كذلك إله أودي سكبح ما رك تي إله أودي سكبح أو كبح قبل ذي أم ويلك بيها كنت في ساعة وهذا وما رك الله ترى قلنا كدمنه واحد كنت في ساعة معوذتين قل هو الله قل عرف الله قل عرف الناس كذب واحد كنت فيسا واتماركتي حسدك حسدك ومن شر حاسد إذا حسد 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 في بذنك ومن شر حاسد إذا حسد في لسانك ومن شر حاسد إذا حسد في لسانك ومن شر حاسد إذا حسد في لسانك من الإنس والجن ادخل في سنة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إلى دماتك سورة داس. لو أنزلنا هذا القرآن كبالله إلى دمي ما ركتي سورة الحشر وتقول فيها كذب إذا زلزلت يتقوى قرنيسا كذب هذا نقول هو الله قل عرف الله قل عرف الناس يتقوى قرنيسا كذب وحل هذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سدح جلالك قلت فيها إن شاء الله تعالى وحل هذا أعيدك بكلمة الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام سدح جلالك قلت فيها أيضا كذب على ذا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا فلان عن قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا محمد يا خديجة يا فردوسة وحن إله سبحانه وتعالى مقعيس السري إمارة شرفتي عزي كرامة وحن كوي ديني إنو إلهي إيكا عافي ويلكي قيو قبل يدي مقعي ذات حسيسة بإذن الله البارك سلق النبي قاعد كتفي سكذب الله أكبر انت اسمي الفاندي الهدي بقى انا كود ارشي الما انت اصلو قطفي وقابك اللي سميي وحوي لا شك انو المها قصعني بإذن الله الباري ولا شك ان المها قهالليان ايد الدلميان بإذن الله الباري سؤال ما كيسكوي الدنيا ولا الله حددتك قارك القرآن كم يقانا قلت ان يروب هادات شوكتي وحوي وحاولي وافى بها ونعم حفيز كتكو إما كرتا الشفة إما هل كسد نوار كيسا هدو الله سبحانه وتعالى إذمه إلما هاقا مددي هل ليمين سيد الله هيا سيد مارك هدي آد نيرو بيشوغين نه قوفك قادرك عربا نيرو متو بسوما نيرو متو بسوما واحد سمين إيسا واحد مارك تسيشا وحيد داوين أمركا لوغو تلق لي ولا لو بسوي دينا وشيد دايو سيدين كوهل كرنا نمبر كان قرطة وعاء إن شاء الله تعالى وحي علاج مقابك له علاجين المحق وأنا الهدين هداد إنو كيني كرتين فبيها ونعمة إنو كين إن شاء الله تعالى أدبال ما سنتهين إله سبحانه وتعالى أيضا بارك إلهي نعيد الحفل إن شاء الله أصحاب الشروق نعيد الحجاب جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم إن شاء الله تعالى وحرجيني يا مركات سيدة سميسان إلمه إنو إلهي إلمك إن شاء الله تعالى ويعاف ماضيان
حديث سعنين إنه يسعن دونا بإذن الله الباري وأنا وحل سو تجربي لسو قادي إلهي أمد بضن وقع في المهودة مركي أن معركتي وحوي أن تلاس إقاتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم وقنان الشفة ميديا إن شاء الله تعالى لنا نسعى لنا نسعى برنامج إذا نحقق إيكو سابسن علاج أنت أولاده إن شاء الله تعالى سد حلقة يعني كذا هذا دونا علاج أنت إسلي وحن كذا ماشي إسلي أم إيكوت على شفة أنا ذي شو إسلي هذا توكتي إسلي هذه ما نسا أما ذات كما قنت أم وادي ما نسا أما ذات توكتي إن إسلي مساجد كسيكس كوحك سهر جيد الدبق أيك سهر جيد مساجد كسيكس كوحك سهر جيد الدبق إمارات هوسبيتال أيك قرن هوسبيتال إمارات هوسبيتال الله بيال دبق ما قاعد أنت الشفاء لي مع وحالي إذا ما ركتي وحالي شامل وحونا كويا لا قيبت الدمر كمعها أيك جلان معها ايوا قيمتا 6 كو اي رجا كغرا ماشي رجا اي كغرا نكو اديه ما هن قيمتا دومر كاي كغرا 6 كا قيب لاد قالو لي مساجدكا 7 كان قيب لاد قالو لي هذا هو بحريه مساجد 6 قيب 7 توابا سمينا لكن قيمتا دفرو ويبا 6 ستريت مساجد قيلن كرجا اي كغرا ماركا تاغنت اي وا اوبوزيت كا سايت كا لو اوبوزيت كا سوورجيت كو حدا اركيسا اما رات هوسبيتال ميل كو قورنت اي او اه دبق شامول لليلاد دبق اسد سوق جشيت اما اتسو ادي حقيسا دوكان لي ديمش كو شيفا حقي واده G99 الشيفا كاسي كو تالا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بورك الى باركيزا امارات هوسبيتال بورك قرنت ايكو هسيا شيفا G99 الشيفا G99 كو قرن. مع السلامه جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.